السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عجائب وغرائب الكتب. والنهاردة بنكمل مع كتاب عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات للقزويني. هنتكلم في حلقة النهاردة عن أغرب أنواع البشر. هو في الكتاب مصنف الإنس والجن على إن هم نوع من أنواع الحيوان، وكلمة حيوان جاية من الحياة، شيء فيه الحياة أو كائن يحيا ويعيش، وبالتالي الإنسان في حياة فمقسمه وجايب أغرب أنواعه. وزي الحلقات اللي فاتت هنلاحظ إن الغرابة بتتوقف على الزمان والمكان اللي انت فيه، فتعاملك مع الكائن ورؤيتك ليه بتخليك متعود عليه وبتعتبره شيء عادي وطبيعي، رغم إن الكائن بيعمله ممكن يكون معجزة. وفي نفس الوقت ممكن تيجي تلاقي نفسك بتعترض على كائنات أقل غرابة من اللي انت بتشوفها لمجرد انك مش متعود عليها او مش واخد عليها. فمثلا شفناه بيقول ان من أغرب الكائنات سمك القرش المنشار، سمك القرش المطاقة، شفنا كمان البغبغاء، الحرباء، وفي كائنات كانت لحد فترة قريبة كان في الكتاب ده كانوا مفكرين انها مجرد خرافات ومش موجودة في الحقيقة، زي الثعابين العملاقة. في عصرنا الحالي اكتشفنا الأناكوندا، البايثون، وفي بعض الحفريات لتعبان اسمه التيتانو بوا، وده تعبان ضخم جدا، وزنه ممكن بيوصل حوالي طن. وبالتالي فالمعلومات، حتى بعض المعلومات اللي احنا ممكن نشوفها غريبة وعجيبة، بيكون ليها ساعات اثر في السجل الاحفوري. صحيح لسه لحد دلوقتي ما لقيناش طائر بحجم الرخ، رغم ان في طيور او انواع من الديناصورات كانت بتطير، وحتى في بعض انواع العصر المطير كان في بعض الطيور اللي احجامها ضخمه، لكن العلماء بيفترضوا انها ما كانتش بتطير، وكان فيهم طائر وزنه برضه بيوصل لحوالي الطن وطوله حوالي 3 متر، وكان بيتغذى على كائنات ضخمه زي الحصانه. لكن هل الكائنات دي نجت وكانت عايشة لفترة قريبة لحد ما القزويني شافها أو للعصور القريبة؟ كل كائن من دول محتاج بحث خاص بيه، احنا هنا بنعرض الكتاب بس. فزي ما قلنا الكتاب فيه كائنات انت هتشوفها عادية جدا وتستغرب ازاي انها موجودة في كتاب عجائب وغرائب، في كائنات تانية هتشوف فكرتها صعبة لكنها كائنات حقيقية ولو بحثت شوية تلاقيها موجودة، في كائنات تالتة ممكن تكون موجودة، العقل ممكن يقبل بوجودها لان ما فيهاش اي صفة غريبة غير ان احنا ما شفناهاش. تعبان ضخم زي ما قلت، في انواع كتير من التعابين الضخمة، وفي كائنات خرافية خالص زي العنقاء زي الرخ، ما فيش اي اثر ولا العقل بيقبل. وده نفس اللي هنلاقيه في حلقة النهاردة في البشر. باللي بيقول القسم الأول أمم غريبة الأشكال خلقها الله تعالى في أكناف الأرض وجزائر البحور، منها يأجوج ومأجوج، وهم أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى. طول أحدهم نصف قامة الرجل، ولهم أنياب كما للسباع ومخاليب مكان الأظافر، وهلب عليه شعر. ده وصف هو ليأجوج ومأجوج، لكن في السنة النبوية في القرآن الكريم مفيش وصف زي كده، بل والوصف الأقرب أنهم من أبناء آدم، فهم شبه بني آدم يعني بشر زينا. ده الأقرب حاجة ممكن تستنتجها من السنة النبوية. ده ما يمنعش أن بعض الكتب الإخبارية وصفوا عن يأجوج ومأجوج صفات زي اللي قالها القزويني، وفي صفات تانية هتشوفها يأجوج ومأجوج مديها الأمم تانية. ومنها منسك. منسك هي عاصمة بيلاروسيا في عصرنا الحالي، والبشر اللي فيها عاديين جدا، لكن الله أعلم في الزمن الماضي كان مين سكانها. القزوين بيقول هي من جهة المشرق بقرب يأجوج ومأجوج. طبعا منسك في شرق أوروبا في منطقة بيلاروسيا، بس لو واحد ساكن في بغداد ولا حاجة تعتبر بالنسبة له الشمال أكتر منها المشرق. لهم أذان مثل أذان الفيلة، كل أذن مثل كساء يفترش أحدهم إحدى أذني ويلتحب بالأخرى. طبعا البعض هيقول ده وصف تاني لأمم يأجوج ومأجوج عند الإخباريين،
وفي الكتاب المقدس موجود ان اجوج وماجوج عايشين في منسك موشك وتوباك، ودول 3 مدن موجودين، كانوا موجودين في الاتحاد السوفيتي، حاليا روسيا واوكرانيا وبيلاروسيا. مينسك مدينة مينسك، موشك اللي هو موسكو، وتوباك مدينة توبلكسي توباك، هي اسمها قريب من توباك. فكانوا لأنهم مذكورين في الكتاب المقدس في سفر حزقيال إن دول أماكن تواجد أمم يأجوج ومأجوج، فمن الممكن هنا كان يتوج للبعض إن سكانهم من يأجوج ومأجوج. فتخيلوا بوصف سكان يأجوج ومأجوج اللي الإخباريين كانوا بيقولوه عليهم. وفي العادة بالتأكيد ما فيش حد شاف يأجوج ومأجوج لو كانوا محبوسين جوه السد، ولو كان السد وقع ف هيبقوا من بني البشر، لان احنا ما شفناش اي صفة من دول في صفات البشر. ومنهم امة في بعض الجبال بقرب سد الاسكندر، احنا بنتكلم في حوالي القرن السادس او السابع الهجري، وبالتالي القزويني كان انتشرت في وسط بعض المتعلمين او الاوساط المثقفة الاوساط الادبية، ان ذو القرنين هو الاسكندر المقدوني. زي ما قلنا فكرة ان ذو القرنين هو الاسكندر ما كانتش موجودة في اول قرنين هجريين من الاسلام، لكن بعد كده بدأت الفكرة تتسرب وتتسلسل. بعض الفقهاء الاسلاميين كانوا بيرفضوا ان الاسكندر هو نفسه ذو القرنين، لكن الأدباء والإخباريين والعلماء كانوا بيملوا الفكرة لأن هو الملك الوحيد اللي تاريخه معتمد، واللي انت واثق ان هو فتح أكبر مساحات من الأراضي واحتلها وغزاها. وبقية الملوك اللي احنا بنتكلم عنهم في الحلقات بتاعتنا عن ذو القرنين ما كانوش معروفين في العصر ده، يعني لا كان حد يعرف سنوسرت، ولا كان حد يعرف قرش، ولا كان حد يعرف حد تاني. فكان الصراع محدود ما بين شخص من اليمن ما نعرفوش او الاسكندر، فالناس بتميل للي هي بتعرفه، فكان ده الخيار. عموما هو القزويني شايف ان ذو القرنين هو الاسكندر، وهذا رأي الأمة دي. قصار القدود، أراضي الوجوه، سود الجلود، فيها نقط بيض وصف، طول كل واحد 5 أشبار، يتوحشون من الخلائق ويتسلقون الأشجار. وهنا من العجائب، عند المسعودي كانت الأمة دي اللي هم الصغيرين بيتسلقوا الأشجار وليهم شعر، وكان بيقول ليهم ده، كان مسميهم أمة النسناس الكائن الأسطوري. عند القزويني النسناس نوع من أنواع الجن، اللي هو كان عند المسعودي اسمه الشق، اللي هو نص إنسان، إيد واحدة، نص راس، عين واحدة، فتحة أنف واحدة، نص فم، ورجل واحدة، وبيمشي عن طريق النط. ده اسمه عند المسعودي الشق، شق يعني نص، واسمه عند القزويني النسناس. عند المسعودي النسناس كان نوع اللي هو البشر اللي بيتكلموا جسم وبيعيشوا على الأشجار، وكانوا بيصطادوهم وياكلوهم، وكان بيقولك ان هم بيعيشوا في اليمن. فيبقى كده قلنا 3 أمم وكلهم أوصافهم غريبة. هم فيهم نصف طول قامة الإنسان اللي هم يأجوج ومأجوج، لهم أنياب كالسباع ومخالب وأظافر. وبعدين أمة مينسك، وزي ما قلنا مينسك هي مينسك بنفس الاسم النهاردة، هي عاصمة بيلاروسيا. بيقول فيها أقوام مثل أذان الفيلة، كل أذن مثل كساء يفترش به. وفي أمة في بعض الجبال قرب جبل الإسكندر، قرب سد الإسكندر أو سد ذو القرنين، جلودهم سودة، عليهم نقط أبيض وأصفر، ويطول كل واحد فيهم 5 أشبار، ومتوحشين وبيتسلقوا الأشجار. ومنهم أمة بجزيرة الزنك على صورة الإنسان، يتكلمون بكلام لا يفهم، ويأكلون ويشربون كالإنسان. لحد هنا ممكن تفتكر إن العبارة عنصرية، وبيتكلم عن مجموعة من الزنوج اللي موجودين في أفريقيا، ولأن لغتهم غريبة وبيحطوا في وشهم علامات عجيبة فممكن يتخيلهم لأ، لكن لما تكمل هتكتشف إن هو بيتكلم على كائن تاني خالص. ولهم أجنحة يطيرون بها، هم بيض وسود وخضر.
ايه الكائن ده؟ معرفش. كائن كان عايش في افريقيا شبه الانسان، بيتكلم لكن ليه جناحات وعلى 3 الوان، ابيض واسود واخضر. فيهم أمة كمان بجزيرة الرمني عراه لا يفهم كلامهم، وهو شبيه بالصغير، طول أحدهم 4 أشبار وله شعور وزغب أحمر. فكرة إن هم بشر عراه أوكي، كلامهم شبيه بالصفير ماشي، في بعض اللغات في أفريقيا قريبة من لغة الصفير. طول أحدهم 4 أشبار دي عجيبة، إن هم أقزام وشعرهم ليه زغب أحمر دي غريب. ومنهم أمة في بعض جزائر الزنج قامتهم قدر ذراع، وأكثرهم عور، وعورهم لمحاربة الغرانيق تأتيهم وتحاربهم كل سنة فتقتل منهم ما شاء الله. كلهم عينيهم حمر لأنهم كلهم عور، لأن بيحاربوا غرانيق اللي هم الوحوش، بتيجي تحاربهم كل سنة وهم اللي بيوقفوه، عشان كده فيهم منهم عينين كتير حمرا. طبعا احنا لو تتبعنا الاساطير القديمة هنلاقي في اجناس من البشر فيهم شبه من الصفات دي، اللي شاف حتى لورد اوف ذا رينجز هيفتكر في نوع من انواع الاقزام غير الهوبيت. القزم التاني اللي كان ليه دقن وشعره احمر هو شبيه جدا بالوصف بتاع القزويني، اكيد طبعا هو قزويني سابق تولكين، بس اكيد في اصل للاسطورة هنتكلم عنها وعن شعب موريا ممكن في حلقة من الحلقات ومنهم امة في بعض جزائر البحر، وجوههم كوجوه الكلاب وسائر ابدانهم كبدن الناس، يتقوون بثمار اشجار تلك الجزيرة، فان وجدوا شيئا من الحيوان اكلوه. بشر وجوههم وجوه الكلاب، نفس الفكرة دي موجودة عند هيرودوت كمان، زي البشر اللي ملهمش وجه ملهمش رأس ووجوههم في صدورهم، برضو هيرودوت تتكلم عن أمة فيها شبه الكلام ده. ومنها أمة في هذه الجزيرة على صورة إنسان كأحسن ما يكون، ولا عظم في أرجلهم فيزحفون زحفا، فإذا وجدوا إنسانا ماشيا قفزوا على رقبته، ولوى من على الرقبة رجليه على ذلك الماشي، فإذا عالجه طرحوا وهمشوا في وجهه وسخروا كما يسخر أحدنا دبته. القصة دي قريناها في جزر البحور، وقلنا إنها شبيهة بقصة حصلت للسندباد البحري في ألف ليلة وليلة، لما قابلوا واحد من الجن وبعدين قال له شيلني على كتفك وعد بي النهر، فلما شاله على كتفه ربط برجليه حوالين رقبته وبدأ يخنقه وقعد يتحكم فيه واستخدمه كأنه وسيلة ركوب. وقلنا تفاصيل كتير في القصة دي في الحلقة بتاعت الكائنات البحرية. ومنها أمة في بعض الجزائر لها أجنحة وخراطيم دقيقة وشعور يمشي على رجلين وعلى 4 ويطير، قيل أنهم نصف من الجن. ومنهم أمة طوال القدود زرق العيون ذوات أجنحة خفاف النهضة، رؤوسهم كرؤوس الخيل وأبدانهم كأبدان الناس. طبعا ده القمطير أو القطمير، قنطور، ده القنطور اليوناني. هنا الكلمة بتضيع منك، ده اللي هو أو عكسه بقى، لأن القنطور جسم خيل ورأس إنسان، ده بدن إنسان ورأس خيل، فده عكس القنطور. ومنها أمة لها رأسان وثماني أرجل، ورأس وأربع نحو الأرض، ورأس وأربع نحو الهواء، يعني مقسمها ليه رأس وأربع رجلين لفوق ورأس وأربع رجلين لتحت. ومنها أمة على صورة النساء لها شعور وثدي لا فحل فيهن، يلقحن من الريح ويلدن أمثالهن، ولهن أصوات مطربة يجتمعن عليها الحيوانات لطيب أصواتهن. طبعا دي شبه الأمازونات شوية، ممكن تكون متاخدة من فكرة الأمازونات في الحضارة اليونانية، غير أن الأمازونات كانوا بيتجوزوا رجالة بيخطفوهم، لكن هنا بيقولك بيلقحوا من الريح. ومنها أمة رؤوسها رؤوس الناس وأبدانها أبدان الحيات،
تعبان ليه رأس إنسان. ومنها أمة في بعض جزائر الصين لا رأس لأبدانهم وأفواههم وعيونهم على صدورهم. وسمعت أن واحدة من هذه الأمة جاء رسولا إلى عظيم التتار. طبعا نفس الأمة دي ذكرها ماركو بولو، ونفس ما قلت في المقدمة من شوية إن ذكرها هيرودوت في كتابه الناس اللي وجوههم في صدورهم. ومنها أمة لها وجوه كوجوه الإنسان، وظهورهم كظهر السلحفاة، وعلى رؤوسهم قرون طوال. ومنها أمة يقال لها النسناس، لأحدهم نصف رأس ونصف بدن ويد ورجل واحدة، كأنه إنسان قد نصفين يقفز قفزا، وإنه يوجد في غياض أرض اليمن وهو ناطق والله الموفق. يعني شوف ذكر كم أمة من ناس غريبة احنا ما شفناش ولا حد من دول خالص. اللهم إلا إن في تقريبا في متحف في الولايات المتحدة تمساح ليه راس زي راس البشر متحنط هناك، وفي الغالب بيقولوا إن الجثة دي أو الكائن ده متركب في التحنيط، هو مش شكله الرئيسي كده. ذكر بعض أنواع الحيوانات المركبة اللي بيتولد من حيوانين، زي البغل اللي بيكون ما بين الفرس وما بين الحمار، فده كائن احنا عارفينه، وعارفين الليجرا ما بين الأسد والنمر وكائنات تانية معروفة. فخلينا نروح للغريب منها، منها المتولد من الإنسان والدب. حدثني من رآه أن جميع أعضاؤه كأعضاء الإنسان، إلى أنه يكون عليه شعرا كما يكون على الدب، ويكون ناطقا. زعم الأطباء أنه إذا تولد من الحيوانات شكل غريب يكون ذلك مقتضى مزاج غريب لا يحدث إلا نادرا. وزعم المنجمون أنه مقتضى مزاج غريب، منها ما روي عن وهب بن منبه في عوج ابن عناق. وعوج ابن عناق اتكلمنا عنه في أكتر من حلقة، لكن ما فصلناش حاجة لقصته بشكل كامل. هو عبارة عن شخص كان ضخم جدا في عهد نبي الله نوح كما يقال طبعا، وإن هو كان كافر، لكن الطوفان ما موتوش لأنه كان ضخم جدا لدرجة إن الطوفان كان واصل لحد صدره، كان بيلعب بالمركب بتاعت سيدنا نوح، وتنيه عايش لحد ما جه نبي الله سليمان وقتله. وفي وصف ليه تقريبا في التلمود او في بعض الشروحات عن نص كان موجود في الكتاب المقدس ان سيدنا موسى كان طوله 12 ذراع، وكان ماسك عصاية 12 ذراع، فقفز في الهواء 12 ذراع، فضرب عوق من عناق في اسمه كعبه، يعني كل المسافة اللي احنا بنقولها دي اتضربوا في كعبه فموته. فنكمل بقى قصتنا، بيقول او كتابنا انه كان من احسن الناس واجملهم، وكان لا يوصف طوله وعظمه، وعمره الله تعالى عمرا طويلا حتى ادرك زمان موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وقد أدرك نوحا عليه الصلاة والسلام أيضا قبل ذلك، وسأل نوحا أن يحمله في السفينة، فقال له من يحملك؟ اغرب يا عدو الله عني. فكان ماء الطوفان إلى وسطه، وكان جبارا في خلقته وأفعاله، يسير في الأرض برا وبحرا ويفسد ما شاء. ولما حصل بني إسرائيل بأرض التيه اطلع عليهم، ووقف مشرفا على عسكرهم حتى عرف طوله وعرضه، فمضى إلى أعظم جبل بقربهم ونقر منه دومة على قدرهم، ثم احتملها على رأسه يريد أن يطبق على بني إسرائيل ليهلكوا جميعا. فبعث الله طيرا في منقاره حجر، فوضعه على الحجر الذي على رقبة عوج، فنقب وسطه فنزل في عنق عوج، فأخبره الله تعالى موسى عليه السلام بذلك، فخرج عليه بعصاه وضربه بها فقتله. وقصة من أولها لآخرها من الإسرائيليات، فيش حاجة في الإسلام، السنة المؤكدة والقرآن الكريم بتتكلم عن عوج بن عناق، كل قصصه جاية من الكتاب المقدس. ومنها ما حدثني بعض الفقهاء بالموصل أنه شاهد في الأكراد وهم جيل يسكنون بعض جبال الموصل زي ما هم ساكنين دلوقتي شمال العراق،
في زماننا إنسانا طوله 9 أذرع، وهو بعد صبي ما بلغ الحلم، وكان يأخذ بيد اليد الرجل القوي فيرمي خلفه. وأراد صاحب الموصل أن يستخدمه، فذكر له أنه في عقله خبالا ولا يصلح لذلك. يعني الراجل كان مولود بحالة عملاقة، بس واضح أنه كان ضخم يعني. ومنها ما روى الشافعي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: دخلت بلدة من بلاد اليمن، فرأيت فيها إنسانا من وسطه إلى أسفله بدن امرأة، ومن وسطه إلى فوقه بدنان مفترقان بـ4 أيدي ورأسين ووجهين، وهما متقابلان يأكلان ويشربان ويغضبان ويصطلحان. ثم غبت عنهما سنين ورجعت، فقيل لي: أحسن الله عزاك في أحد الجسدين، فتوفى وربط من أسفله بحبل وشد وترك حتى ذبل، ثم قطع فعهد بالجسم الآخر في السوق ذاهبا وجائيا. ومنها طبعا ده واضح انه شخص اتولد بحالة تشوه وراثي جيني، اللي هو كان توأم، وبعدين التوأم التصق فاتحدوا في رجل واحدة نصف اسفل، وطلع منه راسين وايدين، لحد ما واحد فيهم مات فربطوا الجسم الميت بحبل وسابوه لحد ما دبل، وبعدين الجسم الحي كمل لحد الاخر يعني. كمل لوحده. دي من العجائب ان جسم شخص واحد يفضل بعد ما التاني ما يموت، والله تعالى اعلم. ومنها دجاجة برأسين ودجاجة بـ4 أرجل. طبعا دي كلها تشوهات جينية حصل وبتحصل طول الزمن، ففكرة انك تفتكر ان ده كائن جديد صعب. فسبحان القادر على ما شاء، وليكن هذا اخر كلام في عجائب المخلوقات. كل زمن ليه عاداته وليه مفاهيمه وليه آراءه، زي ما شفنا القزويني بيقول ان اغلب الاطباء في عهده كانوا بيميلوا لفكرة التنجيم، خصوصا الاطباء غير المسلمين، وده استمر لحد فترة قريبة جدا يعني لحد القرن تقريبا 18، ويمكن كمان اوائل القرن 19 كان اغلب الاطباء كانوا منجمين وبيميلوا لموضوع الشعوذة والسحر والنجوم في علاجاتهم. كانوا بيؤمنوا بأشياء عجيبة زي الطبائع وتأثير النجوم على الطبائع وغيرها كتير من الأفكار التي لا تمت لا للإسلام ولا للعلم من ناحية تانية بصلة. وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت لما اتكلم عن فكرة الكائنات المتخلقة من العدم أو من غيرها من الكائنات، إن مبادئ العلم الحديث بترفض الموضوع ده. لازم عشان كائن يتوالد او كائن يكون يتكاثر لازم يكون متحد جينيا الرجل والمرأة، ما ينفعش يكونوا كائنين مختلفين. وما ينفعش كمان كائن يجي من العدم، زي فكرة ان لو جبت كومة زبالة حطيت عليها قطعة ملابس وقطعة خيار قديمة هيطلع لك من الموضوع ده فار. وقلت ان لويس باستير، طبعا بعيد نفس الكلام بالنص من الحلقة اللي فاتت مرة تانية، لويس باستير بتجربته عن التحقيق البسترة اثبت ان الكائنات الحية ما بتتوالدش من العدم، ما بتظهرش لوحدها، الكائن بيجي من كائن مثله. طبعا في كتير من الامم هنا شفناها غريبة جدا، بعضها كان ليه مصادر قديمة زي ما قلنا، الناس اللي وجوههم في صدورهم ده كان مذكور عند هيرودوت، كان مسميهم البوسيين او السيبويين، مش متذكر والله قوي. وبعدين ماركو بولو ذكرهم ان هم كانوا موجودين في الصين، والقزويني كمان ذكر وجودهم، طبعا القزويني قبل ماركو بولو. كان في تاني، كان في امم واخدها من الكتاب المقدس زي قصة عوج بن عناق، زي يأجوج ومأجوج انه حط مكانهم في مدينة مينسك، دي مصدرها واضح كان سفر حزقيال في الكتاب المقدس. كان في كمان جايب من الاساطير اللي حواليهم، وفي ناس جديدة اول مرة اسمع عنهم، كان معرفش هل في حد اتكلم عن الاقوام دي قبل كده ولا لا، وهي الامم اللي بتطير اللي عندها اجنحة، بشر عندهم اجنحة وبيطيروا. وفي النهاية الله تعالى تبارك وتعالى اعلى واعلم بهذا كله، لكن دي حاجات احنا ما شفناهاش
ما تعرفتش انا على الاقل انا ما اعرفهاش. والى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.